مسجل بالايباد حتى شو اسمه. شباب وياكم علي محمد راح اشوفكم البينك هذا. شو تقولون هذا بينك حقيقي لو وهمي؟ ها بينك وهمي زين. اذا من تشوفه متعاد راح تعرف وهمي. بس اعطيك معلومه ثانيه، هذا بينك وهمي واني هم مقلله للبينك وبطريقه وهميه اوكي. فيعني بس مجرد حبيت احذركم شباب، اكو بعض الشركات تسوي دعايه على هالموضوع هذا وتشوفك صوره البينك هيك نازل العفو يقول لك احنا البينك مالتنا غير شكل هاي. لا هذا وهمي زين. البينك الحقيقي ايش قد؟ خلي نطفي الموضوع ونغلق اللعبه ونفتحها مره ثانيه زين. مين يسوون بوز بهذا الايباد اللعين هذا؟ بيبوز ماكو، لازم اظل مسجل. تعال سوي منتجه. المهم نفتحها مره ثانيه للعبه. اوكي شباب اللي راح يراسلني خاص يقول لي اريد الاعدادات ما راح اعطيك اياها اوكي. الموضوع انا مو قاعد اسوي شغلات نغش الناس بيها زين عيني، بس مجرد اشوفكم انه ممكن التلاعب بالبينك. هذا البينك الحقيقي اوكي. انا قدرت انزل البينك بقيمه 20 واثبته حتى لو يصعد يبقى 70 و80 و60. فبعض الشركات خادعيكم قشمري كمينه وتشوف البينك مالتهم 60 ويقول لك هاي الشركه البينك مالهم قليل. هذا لا، هذا خداع، ما اريدك تخدعني وتضحك علي وتضحك على المشتركين اوكي، وتروح تقلل انترناشونال وتلعب على العالم بدل ما مثلا تعطي هالقد انترناشونال تقلل جهد الامكان وتخدع الناس بهاي الطريقه. فرجاء الشركات بطلوا خداع وكلاوات، وهاي الطريقه اللي شفتوها قدامكم انا سويتها براوتر بسيط. فما رايك انه شركه تسوي هذا الموضوع زين شباب؟ فهاي الشركات لا تشتركون بشركات تخدعكم، قول له انا اريد شيء حقيقي اوكي، اريد افتهم وضعيتي شنو زين شباب. اتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكم، ومره ثانيه اقول لك لا تدز لي على الخاص لانه ما راح اعطيك الطريقه زين شباب. بس الموضوع فقط حتى اشوفكم شنو اللي يصير. وتقبلوا تحياتي، اخوكم علي محمد، وهذا لازم نطفي الريكورد.